يحييكم جميعا لسه حنا في تغطية مباشرة من داخل العاصمة الرياض. نبي نغطي اليوم الثاني لقيادة المرأة، ونبي نشوف أيضا حالات ورصد حالات لفتيات أساسا سعوديات قاعدين يسوقوا. طبعا الحين حنا نبي نوثق كل شيء، شوية بنروح مكان اسمه رياض بار، هو طبعا من المولات الجديدة في المملكة في الرياض بالتحديد، ونبي نشوف البنات اللي هناك متجمعات وقاعدين يسوقوا السيارة. خلونا عشان نوثق نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا، الله يحييكم جميعا. لسه حنا في تغطية مباشرة من داخل العاصمة الرياض. نبي نغطي اليوم الثاني لقيادة المرأة، ونبي نشوف أيضا حالات ورصد حالات لفتيات أساسا سعوديات قاعدين يسوقوا. طبعا الحين حنا نبي نوثق كل شيء، شوية بنروح مكان اسمه رياض بار، هو طبعا من المولات الجديدة في المملكة في الرياض بالتحديد، ونبي نشوف البنات اللي هناك متجمعات وقاعدين يسوقوا السيارة. خلونا عشان نوثق نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم.